اوكي. اللي بيحصل انه لما الزوج بيضرب الزوجة وبيتحبس وبيخرج وبينتقم من الزوجة علشان هي كانت سبب في انه اتحبس او اتقبض عليه او whatever. خلينا نقرب الكاميرا عشان الصوت يبقى كويس ونجيب البلاج قبل ما يمكن حد تاني كمان يدخل بالمرة عشان ما نقعدش نقول ونعيد ونزيد في الموضوع. والله ما اقولكيش كم هو بلاش نفتح بقنا قوي ولا نتكلم في حاجة تعصبنا. خلينا في الموضوع اللي جايين نتكلم فيه. درسي صعب، حالة صعبة. هنرجع نقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله اللي عايز يفهم باقي القانون الإنجليزي اللي بيتطبق على حالة ضرب الزوجة في إنجلترا، ليش دعوة بأي بلد تاني. يس، هو الضرب مرفوض. أنا معاك، انا ست اوف كورس ضربه مرفوضه وانا هضحك عليك وانا يعني احب الضرب ولا غيري يحب يضرب. نو واي اوف كورس. لا اوكي، الضرب ده حتى الحيوان نفسه ما بيضربش. يعني في ناس كانت بتعترض على ان الحمار الدونكي الحمار نفسه ما يضربش، فما بالك البني ادم اللي سبحان من سواه، اللي سبحان من خلقه كامل مكمل، عنده عقل وعنده جسد وعنده احساس وعنده حاجات كتيرة جدا. ما بالك بقى انه الانسان اللي ابدعه وخلقه ربنا ده الجميل، اللي هو مش هشكر عشان انا ست، لكن الانسان الجميل اللي لما بتشوفه وبتقول الله شكلها حلو، الانثى او المرأة عشان ما بقاش بقول حاجة عايبوا عليا فيها، يعني المرأة جميلة وربنا اداها تالنتد مواهب على حسب مختلفين، واكملها بعقل واداها جسد واداها روح واداها احساس. جيت انت يا رجل ضربتها في تهور. طيب في البلاد العربية شيء مختلف. احنا بنتكلم في حاجة حصلت وحالة حصلت في انجلترا، والحالة دي كان صعب جدا ان حد يفهمها او يفهم ليه القانون بطريقة دي، لانه قلت زي ما قلت في الحلقة اللي قبل كده وبرضو دي من ضمن الرفرش من ضمن عملية التذكير، انه قانون انجلترا بينصف المرأة وان دي بلد نسوان صحيح. يس، هي بلد نسوان صحيح. اللي معترض عليا ما يتفرجش عليا لا من بره ولا من جوه، انا مش محتاجة حد هنا يقولي انا اعترض اذا انا موجود. اسمع الستوري للاخر وانت تفهم. في انسان اتربى في بلد شرقي مصر على انه لما بيعمل غلطايا وهو صغير امه بجهلها بتضربه، فالانسان ده بيكبر وبيبقى ولد وبيبقى راجل، لما بيتجوز فاهم الحياة بالطريقة دي، فاهم التربية بالطريقة دي،
انت اتربيت على الضرب، فبالتالي طالع دماغك هي اللي فيها العقاب بالضرب. الضرب ما بيوصلكش لشيء، وإن دل على شيء بيدل على غباوة. غباوة، لأنك لما بتضرب بغباوة ممكن ترتكب جريمة، ممكن تقتل، ممكن تموت حد باي اكسيدنت، بالصدفة. اوكي، ممكن تموت حد من غير ما تحس في خلال ان انت بتضربه. فتخيل لو هي ست بقى، وانت تهورت اكتر من اللازم وضربت اكتر من اللازم، ممكن تموت في ايدك. منعا للكلام ده كله، البوليس الانجليزي هنا بيحذرك، بيقولك ان واحد اتنين تلاتة من الممنوعات. الضرب مش بيربي. طيب الضرب مش بيربي، لكن هم في ناس لا زالت إلى الآن في مصر لما ابنها بيغلط بتضربه. وبالقانون الإنجليزي هنا، لما أنا كنت عندي في فيديو من فيديوهاتي القديمة للقدام اللي شافوا أو للي عايزين يشوفوا، هم على صفحتي يخشوا شوية، ينزلوا لتحت شوية كده، هيشوفوا إن أنا كنت بتكلم على موضوع إن أنا اتهورت في مرة وضربت ابني. ياه، وهو صغير اتهورت من غير ما احس كأم مصرية ابنها عمل حاجة غلط، وأدركت الجريمة اللي أنا عملتها. عرفت إن الضرب ليه طقوس هنا، وإنه في أماكن معينة هي اللي الأم تضرب عليها، تضربه على سمانة الرجل كعقاب، أو تضربه على البونبونية، على الحتة اللي هو مقعدة، يعني مش هنقول اللفظ، الهانش، سماك هيم، تضربه، هو ده العقاب، أو تخصمه. هي دي التربية هنا، وتعلمتها وأنا صغيرة، وعرفت غلطتي وتنبهت وتعلمت وعرفت أنا غلطان، متأسف، وجوايا إحساس جيلتنس، حسيت إن أنا جيلتي، حسيت إن أنا مذنبة عشان ده حتة مني لما أنا ضربته وهو أبيضاني خالص الولد ابني، وشه ده كان أحمر وبعد كده قلب بنفسجي وأزرق وألوانات من صوابع إيدي. أدركت إني عملت جريمة فعلا، مش عشان هما بيعاقبوا عليها، لأ، عشان أنا إحساسي ده البيبي، حتة مني أنا، بتاعي، ابني. كبر وبقى راجل، عارف إنه لما يزعل مع مراته، Yes, thank you، على المؤخرة، أنت فهمت أهو، نسميها البونبوني، ضربناها على المؤخرة بالقانون يعني، أنا خلاص، أنا يعني أنا كده العربي بتاعي اتحسن 100 100 100 100. ده بالقانون، لما تحب تكون عندك ابن أو ولد في إنجلترا وغلط بتعاقبه، بتضربه على المؤخرة أو على سمانة الرجل. alright، وبالقانون من حقك تربي ابنك بالطريقة الصح على حسب البلد اللي أنت عايش فيها. كبر بقى راجل، عرف انه لما يزعل مع مراته يضربها، وضربها، وحضرت الواقعة وحكيت عليها امبارح. الواقعة دي مش جديدة، الواقعة دي قديمة، وفي واقعة زيها أقدم، وفي وقائع كتير أنا شفتها وعشتها في حياتي. أنت بضربك ليها بتخسرها كأسات. طيب جينا بقى لنقطة تانية خالص، بعد، فيما بعد الضرب، فيما بعد تكملة السلسلة، جات الحكومة عرفت
إن فلان ضرب فلانة، لأنه في محضر بوليس وفي سجن 24 ساعة وفي تكرار للأكسدنت، تكرار للحادثة، الضرب، تكرار لضرب المرأة، اتعمل له فايل. فبالتالي الزوجة حابة تنفصل عن حياته، وهي دي بقى الحلقة الجديدة النهاردة، العب يلا. هتنفصل عن حياته وهو رجل وهي امرأة. القانون بيقول الإنجليزي، لما انفصلت الزوجة وطلبت هيلب، مساعدة من الحكومة، الحكومة قالت احنا ممكن نوفر لك مكان ليكي انتي وولادك. سمعت كلامهم وخططت وهربت من البيت بتاع جوزها، سابته وهربت. هربت من كتر المعاملة السيئة، هربت من كتر الضرب، هربت من كتر الإهانة والشتيمة والألفاظ البذيئة القذرة اللي بيتهمها أحيانا بألفاظ إن هي ممكن تكون ست غير شريفة، وهي شريفة عفيفة صاينة بيته، وهو اللي متخيل محدش يطلبني، محدش يطلبني، وهو اللي متخيل إن هي ما تنفعهوش كزوج ولا كأم لأولاده، ومعاملة رهيبة، وبيات بره كل ليلة، كل ليلة يبات بره، كل ليلة ينام بره ويرجع الصبح. ولما تعترض وتقول له كنت فين، يرد عليها الرجل المصري يقول لها انا ما احبش حد يسألني انا فين. ولما تعيط مفيش حل، ولما تشتكي لأهلها، أهلها في كايرو مش هيقدرون يعملوا لها حاجة. أبوها هدد أهله في مصر وقال لهم إذا كانت بنتي هتفضل تتضرب بالطريقة دي أنا مش هسكت. الأب صار مش طايق بنته في بلد تانية زي إنجلترا تتضرب، والزوج ما عندوش رحمة ولا شفقة بيها، وأحيانا بينسى روحه وهو بيضربها، ممكن توصل إنه يخنقها، يخنقها ويزنقها في حتة في حيطة، ويقفل الأربع صوابع دول والصباعين دول في الحتة دي كده أهو، ممكن كانت هتموت في إيده. وكل لما تروح للدكتور والدكتور يشوف البروزز مكان صوابعه في الخنقة يقول لها هيموتك في يوم، خلي بالك دي مش أول مرة تجيني وانت عندك بروزز. كل لما تروح المدرسة وهي معاها ابنها وعندها بلو آي مضروبة بالبنية ولا بالقلم على عينيها وعينيها زرقت، والناس في المدرسة يقولولها خلي بالك هيجي يوم وهيخبطك خبطة هتقعي فيها. ياس. إلى أن قررت الزوجة إنها تهرب من حياته، تخرج من بيته، مش مهم هتروح فين هي وولادها، بس تخرج لأنها خلاص مش قادرة تستحمل، مش قادرة. راحت على الحكومة قالوا لها هنديكي سكن أوتيل تقعدي فيه انت وولادك، ادوها أوضة نونو صغنونو هي والولاد معاها فيها في منطقة تانية خالص غير المنطقة اللي هي كانت ساكنة فيها. رجع الزوج كالعادة الصبح، ما هو بيبات برا وبيجي الصبح، وفي ليلة من الليالي هي قررت تتوكل على الله وتسيب
الدنيا بتاعت الراجل ده، لأنه نون ستوب ما بيوقفش، بيتبرى ما بيوقفش، إهانة ما بيوقفش، ضرب ما بيوقفش، شتيمة وقذارة على طول باستمرار. ومتأكد 90% إنها قاعدة مش رايحة أي حتة. مش هنلعب بالألفاظ أستاذ محمود، إحنا هنتكلم في الواقعة دي نفسها، لأن الواقعة دي هنا في إنجلترا وأنا متأكدة من اللي بقوله. أوكي؟ هو نرجسي، هو مش نرجسي، هو سادي، هو مش سادي، هو إنسان شايف روحه هو الملك، هو الكينج، هو اللي يتقاله أيوة وحاضر وطيب عند نعم. هي بنت ناس مؤدبة مطيعة، ماشية على اللي هو بيطلبه منها. مش هنتحرف ونخش في حاجات تانية، هنخلينا نكمل عشان الناس التانية تفهم. الحكومة عملت ايه؟ تعالوا بقى للبوينت الكبيرة او النقطة اللي هي الدوت اللي بتحدد. قالت انه طالما الزوج ليه فايل بانه هو بيضربها باستمرار، قالت للأوتيل اللي هي رايحة تسكن وتنام فيه هي وأولادها، إنه ممنوع بالقانون الإنجليزي، بقول عشان الناس اللي لسه داخلة، ممنوع منعا باتا للزوج إنه يقرب 100 ياردز، 100 متر أو بما يعادل 100 متر. وانا بما اني عايشة في البلد دي بقول لكم بامانة، اذا تخطى الزوج 100 متر دول، الاوتيل من حقه يبلغ البوليس ويقول للزوج اخرج ارجع والا. تعالى يا حلو، رايح لها ليه دلوقتي؟ عايز منها ايه؟ لا لا لا، انا مش رايح لها، انا رايح اشوف ولادي وحشوني. طيب هنديلك مواعيد تشوف فيها اولادك، والمواعيد دي الام تراقب من بعيد الولاد وهم بيشوفوا ابوهم. حصلت مرة عند اتنين عند تلاتة، والزيارات كل اسبوع وكل ويك اند، والحكومة مخلية الزوجة والاولاد في الاوتيل تحت حراسة حصانة زيها زي اي حالة من الحالات اللي بتحتاج المساعدة بالقانون الانجليزي كزوجة. إلى أن يوم جه الزوج وقال لها عجبك اللي انت فيه ده؟ قالت له طالما أعمل لك إيه؟ وأنت أساسا ما كنتش بتوقف، مش عايز تفهم إنك بتخسرني وبتخسر حياتنا وما علينا. كلمة منه وكلمة منها. دخل مدير الأوتيل لقى ابنها الصغير بيحط ايده على عربية مرسيدس واقفة في المنطقة اللي هو الولد والاب فيها. هو بما انه هو مصري وشهامته وقوته وفلوسه وغناه، حس ان ابنه بيتهان لما مدير الفندق قال لابنه قدامه ابعد الولد لا يخربش العربية. او ده ابني انا يتقال له الكلام ده؟ انت ما تعرفش انا مين وده ابني. طيب الام دورها ايه؟
في الواقعة دي. اوف كورس زعلت، اوف كورس زعلت. والأب حس ان ابنه بيتهان عشان قرب ايده يا حرام الولد من عربية صاحب الأوتيل. فقررت الأم عشان الحياة تمشي، قررت إنها ترجع للزوج بناء على طلب الزوج. كفاية أنا فهمت وعرفت غلطتي ومش هأعمل كده تاني، ورجعت وكملت المسيرة، والولاد ابتدوا يكبرون والحياة مشيت، وبالقانون الزوجة من حقها ترجع، بس تبقى ايه؟ حذرة. وهو لازم يبقى هو كمان حذر، لانه في قضية وفي ورق في البوليس وفي بلاغات، وترجع ريما لعادتها القديمة وتلف السنين وتكبر الولاد، ويجي الأب بتهور تاني والولد ابنها يبقى راجل تحتها خطوط، ويشوف الأب بيحاول يهجم على الأم قدام عينه عشان يضربها. الولد خاف على امه، حس ان امه هتتهان قدامه. يعمل ايه الولد في الوقت ده؟ يقف بين الام وبين الاب ويمسك ايد الاب ويقول له نو، لا ما تضربش امي. يس. الاب ذهل من حكاية انه ابنه اللي حتة منه يمسك ايده ويقول له نو داد، تضربش مام. الام ادركت في التوقيت ده ان هي بتنقذ زواج على حساب انه الولاد ممكن الولد ده يتهور ويقتل ابوه. انت بتنقذي زواج عشان تفضل العيشة مستمرة، لكن هو مش زواج خلاص، هو وصلت المرحلة ان الولد الابن هو اللي بيقف في وش الاب، هو اللي بيقول للاب لا ما تضربش مام. من الضرب اللي الولد شافه وامه بتضربه وهو صغير، جه على الولد وقت وقال نو، قال لا. اللحظه دي فوقت الام، حست انها ممكن تخسر الاتنين، تخسر الاب في ضربة من ابنه، وتخسر الابن لانه ممكن لما يضرب ابنه ويطب يموت، الابن يتسجن. عملت ايه بحفاظها على الزواج؟ بتنقذ الجواز وبتدمر ولادها. ايه الحل في الواقعة دي؟ كأم حكيمة شافت ابنها بيقف في وش أبوه. نشوف الناس كاتبة ايه ونكمل.
من يضرب بهذه القسوة ليس إنسان. لا حضرتك إنسان، إنسان ولا زال وحي يرزق حضرتك، هو كده. ومرة فلتت إيده، وبدل ما يضربها في وشها ضرب إيده في الباب، عمل خرم كبير في الباب. لا حضرتك موجود، واقسم على كتاب الله اني لا بقول كذب ولا بخترع قصه. هو سادي، هو اناني، هو اي دونت نو، هو احنا مش لاقيين له مسمى. هو فاهم ان هي دي طريقه حياه صح، الى ان ادرك انه الموضوع كل شويه فيه سجن، كل شوية فيه يقبض عليه، كل شوية فيه 12 ساعة، كل شوية 24 12 كتير خلاص. يبقى الأب مريض نفسيا وغير سوي وغير متزن نفسيا. Maybe we don't know، ما نعرفش. بس ال 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 البداية، لما ترجعون للقصة في البداية، الحياة بينهم هما الاتنين بالطريقة دي ما استمرتش، ما استمرتش من كل النواحي، ما استمرتش معاها كزوجة بتضحي وبتستحمل، وما استمرتش معاه كأب سايب عليه ابنه يتبهدل ويتشخط فيه ويعيش في مستوى تاني غير اقل بكتير من اللي كان عايش فيه في بيته، وتوضعه وتنازله عشان الحياة تمشي، عشان الولاد تعيش في حضن ابوها وعند امها. ومع ذلك تلف السنين يا وهقول لكم ايه اللي حصل في لايف جديد دلوقتي حالا بعد دقيقة ونص. هقفل وهكمل لكم ايه اللي حصل لما الزوجة دي رجعت وقبلت وعاشت تربي في عيالها وكبروا شوية، عمل ايه الزوج تاني فيها. استنوني، تروحوش حته.